أشعلت الأزمة الأوكرانية حرب الطاقة في أوروبا، فقرب فصل الشتاء لا يشكل للأوكرانيين فقط معضلة عسكرية، ولكن ينذر بنقص في إمدادات الطاقة لحلفائها الأوروبيين بعد انخفاض التدفقات الروسية من الغاز الطبيعي. ففي خضم قرار مجموعة السبع بتحديد أسعار واردات الطاقة الروسية، ارتفعت المخاوف بسبب توجه روسيا لخفض كلي وجزئي لإمداداتها من الغاز الطبيعي لرفع الأسعار عالميا. وفي ظل تزويد روسيا الاتحاد الأوروبي ب40% من احتياجاته من الغاز الطبيعي و27% من النفط، وفي ظل الأزمة وانخفاض المعروض، توجه الاتحاد الأوروبي إلى ملء المخزون بنسبة 52% في الوقت الحالي، بالرغم من أن الانقطاع الطويل سيقلل من أهميته لمواجهة الشتاء القادم. وفي يونيو خفضت روسيا إمداداتها عبر نورد ستريم 1 ب75% لتصل إلى 40 مليون متر مكعب. ومع عودة الإمدادات بعد توقفها 10 أيام في يوليو خفضتها لتصل إلى 20 مليون متر مكعب. استمر القادة الأوروبيون في اتهام روسيا باستخدام سلاح التلاعب بأسعار الغاز للضغط لوقف الدعم لأوكرانيا من خلال التحكم في الإمداد. ونتيجة لتلك الاضطرابات ارتفع سعر جملة الغاز في أوروبا بنسبة 10%، مما يجعل حجم زيادة أسعار الغاز حتى الآن 450% مقارنة بالعام الماضي. وفي أغسطس أوقفت روسيا مرة أخرى تدفق الغاز عبر نورد ستريم 1 بسبب وجود تسريب في أحد التوربينات، مما شكل توجسا لدى الغرب باتجاهها لاستخدام الغاز كأداة ضغط، وهو ما نفته روسيا كليا. برأيك كيف سيتمكن الأوروبيون من استمرار دعمهم لأوكرانيا في ظل تلك الضغوطات؟